لعينها وللبصر، أجمل وصفها الحياء والخبر. إن خرجت تخرج بالحجاب بشرطه المشروط في الكتاب. لم يبدو منها إن بدا شيء سوى عيونها لكيبها الدرب ترى. ما حسرت عن ساعد أو ساقي، لتزحم الرجال في الأسواق. ما شانها السفور والتبرج، ولا تمس العطر حين تخرج. قد حذرت من اللباس العاري، لأنه لباس أهل النار. منه قصير ضيق شفاف، فكلها من لبسها تخاف. ولو أمام مثلها من النساء، أفت به ذو النصح أهل الاتساء. لتنمص الوجه ولا الحواجب، إلا لشيء عد في المعايب. كلحية وشارب إذا نبت، فإنها تزيله إذا ابتغت. قد نزهت مسمعها عن الغناء، لأنه يدعو لشر وخنا، وينبت النفاق.